بكر وعمر وعثمان، ابو بكر وعمر وعثمان، وعلينا قدوتنا يوم تشعل بالحرى. يا اهل جودي ونادي، يا مقبرة الاعادي، يا اهل جودي ونادي، يا مقبرة الاعادي. نحن اليوم جينا نعبر من كل القرى والبلدات، جينا من سربين من سراقب لننذب ونناشد الشعوب، اهالينا في سوريا وليس في الخارج وليس في الغرب وليس في روسيا وليس في اي امريكا ولا في اي فصيل. نحن عم نناشد الشعوب، عم نناشد الاهالي على هذا التهجير، على هذا الظلم اللي حل بهالشعب. نحن ما لنا غير الله، ولازم نرجع لله لحتى ننتصر.